خلال العام المالي القادم باذن الله، بحيث يبقى بنبقى يعني نلبي طلبات طبعا اهالينا هنا في محافظه بورسعيد للاحتياج للوحدات السكنيه. هل يا فندم بورسعيد ممكن تكون مرحله اولى في هذا المشروع؟ من ناحيه يعني بورسعيد هي اوريدي بالفعل باديه في المرحله الاولى بالفعل، يعني واحنا زي ما بنقول حتى الجزء اللي هندخله ابتداء من يوليو الجاي ده ما زال كل ده احنا بنتكلم المراحل العاجله والاولى في المشروع. طب كمان برضه حضرتك على ادخال المرافق ده جزء مهم جدا، لان طبعا لازم يتوازى مع الكلام ده هو ادخال المرافق برضه، يعني ناقشت هذا الموضوع في الاجتماع صباحا مع السيد المحافظ وايضا المشروعات الاسكان الاخرى اللي سبق ان هو كان تم الانتهاء منها وكان في بعض التاخير في المرافق برضه. ان شاء الله في خطه دلوقتي عاجله جدا ان احنا نقدر يعني نوصل المرافق لكل هذه المناطق. ايضا زرنا محطه الصرف الصحي الرئيسيه لبورسعيد والحمد لله يعني العمل فيها التطوير اللي تم فيها خلال الثلاث اربع شهور الماضيين يعني اكثر من رائع. اهم ان احنا نحل كل المشاكل اللي كان المواطن بيعاني منها خلال الفتره الماضيه ونبدا ان احنا فعلا نخلي المواطن يحس ان في تغيير حقيقي بيحصل. الحمد لله يعني الناس ابتدت تشعر ان في حركه، يعني الحكومه دي كلها يعني كلنا كل يوم زي ما حضرتك شايفه كلنا موجودين في الشارع، ما حدش موجود في المكتب، عشان في الاساس ان احنا نحرك البلد باذن الله.